اهلا بحضراتكم على شاشه النادي الاهلي السادسه مع حضراتكم. بيبدا يوم جديد، موضوعات كتير جدا مهمه، يمكن اهمها واللي هنناقشه النهارده بتفاصيله اجتماع اتحاد الكره او اللجنه الثلاثيه المسؤوله عن اداره اتحاد الكره مع ممثلي الانديه. تعقيدات كتيره جدا وحلول وتصورات مطروحه عشان نعالج بيها مؤجلات الموسم المتبقي، كلام كمان على مستقبل الكره في مصر والاعلان عن رابطه الانديه المحترفة. الحقيقة يمكن كل ما طرح النهاردة يناسب كل فرق الدوري المصري باستثناء البطل النادي الأهلي اللي مازال بيدفع فاتورة نجاحه، ضريبة فوزه بكل البطولات اللي خاضها في الموسم الأخير. والنهاردة بحسابات بسيطة جدا نكتشف أنه الحلول المقترحة تقريبا ممكن تكون بالنسبة للأهلي على أقل تقدير شبه مستحيلة. هنتكلم بالتفصيل ونطرح على حضراتكم بالحسابات وبالأرقام ونشوف إذا كان المطروح ده قابل للتنفيذ بالنسبة لنا كنادي أهلي ولا لا. هنتكلم كمان على المواجهة الأهم وخصوصا بعد تأجيل مباراة الأهلي مع إنبي في دور 16 لكأس مصر. هنتكلم على اللقاء المنتظر طبعا بالنسبة لجماهير النادي الأهلي ولقاء طموح تحقيق النجمة العشرة مع الترجي التونسي. لأول مرة من فترة طويلة جدا النادي الأهلي بياخد نفسه، لاعبتنا تقدر ترتاح وتقدر تركز وتقدر تعمل عملية تحضير وتجهيز لمباراة مهمة جدا في الفترة اللي جاية وهي طبعا لقاء الترجي في تونس. أفكر حضراتكم بسؤالنا واللي هيكون لآخر مرة لأنه إن شاء الله بكرة نعلن النتيجة النهائية، أفضل ثلاث لاعبين في مباراة النادي الأهلي الأخيرة اللي جمعته بنهضة بركان بطل الكونفدرالية واللي توج فيها النادي الأهلي بكأس سوبر إفريقيا. النتيجة دي هتحدد كمان على أساسها أفضل لاعبي النادي الأهلي خلال شهر خمسة خلال شهر مايو. خليني أبدأ مع حضراتكم بأهم عناوين أخبارنا النهاردة في السادسة، والبداية زي ما قلت مع حضراتكم أنه تأجيل مباراة الأهلي وأمبي في دور 16 لكاس مصر. موسيماني بيطلب تقرير عن الترجي قبل مواجهة نصف نهائي إفريقيا. مجاهد للأندية، الدوري سيكتمل ونسعى لإنهاء الموسم بمساعدة الجميع. عبد الحفيظ، نرفض إلغاء الدوري ونطالب بجدول واضح للمؤجلات. النني يدخل دائرة المنافسة في اهتمامات فنار بخشة. وكابتن الخطيب في زيارة للإمارات في ضيافة رئيس الاتحاد الإماراتي. أجويرو ينضم رسميا للبارسا. ونروح لفاصل ونرجع مع حضراتكم نبدأ تفاصيل حلقتنا. أهلا بحضراتكم في السادسة ونبتدي بأخبارنا النهاردة. يعني زي ما قلت لكم في البداية طبعا الأهلي خلاص تلقى خطاب رسمي من اتحاد الكرة بيفيد بتأجيل ماتش الأهلي مع إنبي في دور 16 في كاس مصر واللي كان مفترض انها هتتلعب يوم الجمعه الجاي يوم 4 يونيو، وهيتم تحديد بقى ميعاد بعد كده لاحقا يعني للمواجهه اللي هتجمع الاهلي مع إنبي. كده احنا ما عندناش غير ماتش الترجي ان شاء الله يوم 18 يونيو في ذهاب قبل نهائي دوري الابطال، ماتش هيتلعب في تونس، وبعد كده نرجع ان شاء الله بعدها باسبوع تحديدا يوم 25 نقابل الترجي في القاهره بعد ما نكون عملنا ان شاء الله نتيجه كويسه في تونس تريحنا في مواجهة العودة. لأول مرة من زمان حقيقة مش فاكر من إمتى، لأول مرة من زمان يكون عند النادي الأهلي مساحة وفترة يستعيد فيها عافيته، لأنه الحقيقة اللعيبة عملت موسمين يعني داخلين في بعض حققوا فيها كل ألقاب البطولات اللي شاركوا فيها باستثناء المونديال كأس عالم أندية، واللي حققوا فيها برونزية برضو ده شيء يحسب للجيل ده من اللعيبة. لكن ما اعتقدش انه كان عندنا فترة توقف فيها الاهلي لفترة زي الفترة اللي بتسبق مواجهة الترجي التونسي. الترجي انا متابعه يعني اربع فرق انا اتفرجت عليهم وتوقعت ان هم يبقوا في طريق الاهلي لطريق البطولة. سان داونز، الوداد المغربي، الترجي التونسي، تابعتهم من بداية البطولة. وشفت ان الثلاث فرق دول هم اللي هينافسوا الاهلي على اللقب السنة دي. الحمد لله قابلنا اصعب فرقه فيهم، يعني انا بشوف ان سان داونز السيزون ده والموسم ده كان فرقه اعلى فرقه قدمت كوره واعلى فرقه عندها كواليتي لعيبه واعلى فرقه كمان، ودي النقطه المهمه جدا اللي فيه انسجام وتفاهم، تحس انه الفريق كله كتله واحده، عشان كده كنت بشوفه اخطر منافس للنادي الاهلي في دوري الابطال السنه دي النسخه دي. والحمد لله واجهناه في الثمانيه وقدرنا ان احنا نخرجه بره البطوله. الترجي فرقة تقيلة، واللي يخوفك منها واللي يخليك تعمل حساب ليها انها برضو شبهنا شوية، فرقة عندها شخصية البطل، فرقة ما تقدرش تقيس قوة مواجهتها،
مقارنة بمستوى لاعبيها أو مقارنة بنتائجها. لا الحقيقة، ويمكن درس الشامبيونز ليج، تشيلسي المان سيتي حاضر بقوة. الثلاث ماتشات اللي بيفصلوا النادي الأهلي عن التتويج بالنجمة العشرة مرتبطين بالأداء في 90 دقيقة، وأنا من بداية الشوط الثاني في ماتش نهضة بركان منتظر نفس الأداء ونفس القوة ونفس درجة التركيز من النادي الأهلي، لأنه أعتقد مفيش أعذار. يعني احنا النهارده الحمد لله بنتكلم على رجوع كتير من المصابين، حمدي فتحي وعلي معلول اعتقد هيبقوا قوه ضاربه للنادي الاهلي ويزودوا من الخيارات عند مستر موسيماني ويعلوا من مستوى المنافسه كل واحد في مركزه. ان شاء الله باذن الله كمان مجدي قفشه ومحمد هاني يدخلوا فورمه بسرعه، وما يعني اعتقد ان 18 يوم اللي بيفصلون، او لا مش 18 18 اه تقريبا 18 19 يوم بيفصلون عن ماتش الترجي، فرصه كمان للعيبه انها تستعيد مستوياتها، خصوصا اللي يمكن ما كانوش فورمه. يعني انا بشوف انه فرصه مش بس للفرقه ككل، لكن فرصه كمان للاعيبه اللي كانوا عايزين يدخلوا عايزين يرجعوا. اعتقد فرصه كويسه جدا ان هم يكونوا حاضرين، وبالتاكيد مستر موسيماني والجهاز الفني هيحتاجهم، وما اعتقدش انه في فرصه افضل من كده. عندك ماتشين او ثلاث ماتشات في منتهى الاهميه يخلونا ننسى اي حسابات فاتت. ماتش الترجي رايح جاي، وان شاء الله باذن الله ماتش فاينل افريقيا، سواء بقى كان مع كايزر تشيفز او مع الوداد، ثلاث ماتشات في منتهى الاهميه. ومستر بيتسو الحقيقه ابتدى يحضر ويجهز من دلوقتي لمواجهه الترجي. هو اجتمع مع جهازه المعاون وطلب ان هو يعني يتجهز له مجموعه من التقارير المرتبطه بفريق الترجي التونسي في الفترات الاخيره، مباراته في او ماتشاته في مشوار دوري الابطال، ماتشاته في البطولات المختلفه، والمسيره بتاعته الحقيقه يمكن ما كانتش مستقره. يعني انا بشوف كمان حتى على مستوى اللعيبه الترجي مش هو الترجي اللي احنا عارفينه، ده ملوش علاقه نهائي بفكره قوه الفريق من عدمه، لكن خليني اقول لك انه الترجي دايما كان فرقه تقيله وفيها عدد كبير جدا من العناصر اللي انت تعمل لها حساب كبير. النهارده انا بشوف في اربع او خمس عناصر هم ممكن يكونوا مصدر خطوره، ولو تم التعامل معاهم بشكل او باخر يقدر الاهلي يتجاوز محطه الترجي بسهوله. بتتكلم على كوليبالي، بتتكلم على بن رمضان، بتتكلم على حمدو الهوني، حتى طه ياسين كنيسي يمكن بعيد بقاله فتره، معين شعباني مدير فني نفسه يمكن حتى قبل ماتش الاخير، الماتش اللي تاهلوا فيه لمواجهه النادي الاهلي كان فيه مشاكل كتير، وكان فيه احتماليه انه في حاله عدم قدرته على تجاوز عقبه بطل الجزائر انه يتم اقاله الجهاز الفني، وبالتالي الامور عندهم مش مستقره قوي. ده ليه علاقه ب 90 دقيقه؟ ملوش علاقه ب 90 دقيقه، ولكنها حاجات اكيد الجهاز الفني في النادي الاهلي هيشتغل عليها، سواء في ايقاف مواطن الخطوره والقوه مصادر القوه في الترجي، أو إنك أنت تستغل نقاط الضعف في الترجي، وهي كتيرة وهنتكلم عليها في الفترة الجاية. الترجي حاضر معانا في السادسة النهاردة، هنتكلم عليه بالتفصيل في الفيديو كونفرنس. خليني أقول لحضراتكم اجتماع النهاردة بقى. المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أكد، ودي طبعًا بادرة خير، يعني إنه في نية عند الاتحاد إنه يستكمل الموسم الحالي، سواء كنا بنتكلم على بطولة الدوري أو على بطولة الكأس. واكد كمان انه بعد انتهاء الموسم الحالي الاتحاد هياخد اجراءات يعني فعليه عشان يتم تكوين رابطه انديه المحترفين في نهايه الموسم ده بقى، وبعد نهايه الموسم ده. واعتقد دي خطوه بتهيألي هتحل كتير من المشاكل اللي بتتكرر كل سنه. احنا عندنا مشاكل كده، مفيش سيزون بيعدي مفيش موسم بيعدي من غير ما المشاكل دي تتكرر. اعتقد كمان تاخد المسابقه وتنقلها نقله، احنا بنتكلم على دوري محترفين، يبقى مطلوب انه المسابقات كمان تبقى مسابقات محترفين، ومسابقات المحترفين واضحه المعالم فيها، واضحه فيها المعايير بشكل من بدايه السيزون لغايه اخره. مفيش مساحات للارتجال، مفيش مساحات للاخطاء، مفيش مساحات لان يبقى في اي حاله تباين تاثر على قوه وعداله المنافسه. كان في اجتماع النهارده طبعا مع ممثلي الانديه، أندية القسم الأول، وتم استعراض كل المواعيد المقترحة لاستكمال الدوري طبعا، واحنا عندنا يمكن ظروف مشاركة المنتخب الأولمبي في الدورة الأولمبية، ودي برضو الأهلي يدفع فاتورتها. أنت بتتكلم على أنه أنت عدد كبير من قوام الرئيس للمنتخب المصري الأولمبي من نادي الأهلي، أنت عندك ست لعيبة تحديدا، منهم يمكن مصطفى شوبير مش أساسي أو ما بيظهرش بشكل كبير، لكن عندك أكرم توفيق، عندك طاهر محمد طاهر، عندك أحمد رمضان بيكهام، عندك ناصر ماهر، عندك صلاح محسن، وكلهم الحقيقة عناصر موجودة ومنهم أساسيين بشكل كبير مع النادي الأهلي، فبالتالي غيابهم هيأثر عليك، وخصوصا مع إعلان الاتحاد أنه
عايز يخلص المسابقات في نهايه اغسطس. ده بالنسبه لنا احنا، قلت لحضراتكم يعني بالنسبه لكل فرقه الدوري ده شيء جايز جدا وممكن جدا وسيناريو مريح، محدش هيواجه فيه مشاكل الا الاهلي لسببين. السبب الاول هو ان حضرتك ان شاء الله عندك قبل نهايه افريقيا 18 و25، ده معناه انه شهر 6 تقريبا كله طاير، لانك انت لو لعبت مع الترجي 25 يبقى مش هتلعب اول ماتش الا على اول 7، ومعنى اول 7 ان عندك بالظبط شهرين 7 و8، ده لو الاتحاد الكوره زي ما اعلن جد في فكره انه ينهي الموسم في نهايه اغسطس. يعني حضرتك بتكلمني على 60 يوم، مفترض انه الاهلي فيهم عنده ان شاء الله باذن الله لو تجاوزنا الترجي عندك 17 يوليو ماتش نهائي افريقيا بره مصر، وده محتاج سفر، يعني بتتكلم تقريبا على الاقل في مباراه مهمه جدا يمكن تكون المباراه الاهم على مستوى الموسم، عندك اسبوع سفر وتاقلم واستعداد وتدريبات قبل المواجهه، وبتتكلم على ماتش سوبر محلي مع طلائع الجيش، وبتتكلم على 4 ماتشات كاس، دول لوحدهم 5 ماتشات وماتش افريقيا 6 ماتشات، بتتكلم تقريبا لو هتلعب كل 4 ايام في الطبيعي يعني ماتش 3 ايام وتلعب وثلاث ايام وتلعب، يعني بتتكلم على 16 يوم و7 ايام يعني 23 يوم، ادي شهر تاني طار. هل ده معناه انه النادي الاهلي هيلعب في شهر واسبوع يعني 37 38 يوم 15 مباراه متبقيه في الدوري؟ اعتقد انه شيء مش منطقي ومش مقبول وهيبقى فيها مشكله. انا من اكتر الناس المتحمسه ان الموسم يخلص بدري عشان اللعيبه تاخد فرصه انها ترتاح وتستعد للموسم اللي جاي، ونظبط بقى نظبط الاجنده نظبط الكالندر اللي اختلت بشكل عنيف جدا وبقت بتتراكم عليها مشاكل محدش عارف يجد لها حل. عندنا كمان ماتشات الاهلي طبعا تم مناقشتها وطرح المواعيد المناسبه للبيئه، سواء كنا بنتكلم على الاهلي او بيراميدز، لان هم دول الفرقتين اللي من مصر اللي مكملين سواء في الكونفدراليه او في بطوله دوري الابطال. واعلن الاتحاد يعني ان كل الانديه متعاونه، واعتقد ان كل الانديه ما عندهاش مشكله. ده السبب الاول. السبب الثاني برضه عشان اكلم حضراتكم عليه هو انه الاهلي بعد ما يرجع يلعب ماتشاته هيكون تقريبا اغلب فرق الدوري سبقت الاهلي في عدد كبير من الماتشات، وحضراتكم عارفين ان المنافسه في نهايه الدوري غير، بمعنى انه الفرق انت وانت بتلعب كل فرق الدوري في بدايه الموسم لسه معالم البطوله ما وضحتش، لسه المربع الذهبي ما تسكنش، لسه الفرق اللي بتنافس على الهبوط ما وضحتش، وبالتالي الى حد ما من الناحيه النفسيه ما بيبقاش فيه ضغط كبير جدا على اللاعبين او على الفرق اللي انت بتواجهها. لكن كل ما بتقرب للنهايه كل ما المعالم بتتضح، كل ما المنافسه بتقوى فوق في قمه الدوري في قمه جدول الدوري، وكل ما المنافسه كمان بتشد تحت، لانه طبيعي جدا كل الفرق اللي بتصارع على الهبوط مش عايزه تنزل، والنقطه بالنسبه لهم في الوقت ده بيبقى ليها ثمن كبير جدا، حتى ولو مع فرق القمه الاهلي بيراميدز الزمالك سموحه اعتقد المقصه دول الخمسه الاوائل، وعندك فرق تقيله للاسف شديد جدا بتقدم سيزن مش في احسن حالاتها، عندك فرق زي المقاولين فرقه محترمه، عندك فرقه زي الاسماعيلي بتاريخه وبلاعيبته بيحاول يرجع، عندك وادي دجله، وبالتالي الماتشات هتبقى في منتهى الصعوبه في الفتره الاخيره. عشان كده بقول لحضراتكم بما انه الاهلي هو اقل فرق الدوري لعبا للمباريات، هو يمكن هيكون اكتر فرق الدوري اللي هيدفع ثمن محاوله انهاء الموسم في شهر اغسطس. نروح لدكتور محمد سلطان الحقيقه رئيس اللجنه في اتحاد الكره، اللي طالب كمان انه يتم تسجيل كل اللاعبين وكل الاجهزه الفنيه عشان ياخدوا دورهم في الحصول على تطعيم من فيروس كورونا عشان يتم مشاركتهم في النسخه الجديده طبعا في الموسم الجديد سواء دوري او كاس. من كده اروح لكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد الحقيقه يمكن كان ليه بعض التصريحات المهمه جدا النهارده المفترض ان احنا هنقف معاها مع حضراتكم، واتكلم على انه بالتاكيد الاهلي مش بس بيبص لمصلحته لكن كمان بيبص للمصلحه العامه ومصلحه فرقته، وده طبيعي جدا وحق مشروع. وقال في بعض التصريحات بعد الاجتماع انه كان اجتماع مهم جدا، تم مناقشه كل التفاصيل المتعلقه بالماتشات المتاجله، تم مناقشه جدول الدوري، حتى اللحظه دي مفيش قرار واضح او مفيش قرار حاسم. اتكلم واكد على انه النادي الاهلي بيرفض فكره الغاء الدوري جمله وتفصيلا، والطالب اللي اكد عليه كابتن سيد هو انه يكون في جدول واضح في كل الماتشات المؤجله. خلينا نشوف جزء من كلام كابتن سيد عبد الحفيظ ونرجع لحضراتكم في السادسه على طول.
كابتن سيد عبد الحفيظ، طبعا بنرحب معاك في معانا في شاشه قناه النادي الاهلي. النهارده اجتماع لاتحاد الكره طبعا بمشاركه الانديه، عايزين نعرف منك كواليس الاجتماع. يعني هو كان اجتماع اعتقد مهم جدا وايجابي جدا، الناس طرحت وجهات نظرها واستكمال المسابقه وادوا خيارين ممكن يبقى في نهايه اغسطس، واقتراح تاني ان هو ممكن يستكمل في نهايه سبتمبر. يعني العائق ما كانش الاهلي زي ما الناس بتقول ولا حاجه، العائق ايجابي لو المنتخب الاولمبي بيلعب على ميداليه، لان هو هيلعب اولى مبارياته تقريبا 22 و25 و29، يعني حاجه زي كده، يعني زيد يوم يقل يوم حاجه كده. لو ربنا كرمه في اللقاءات الاولى هيبقى مستمر لحد نهايه او لحد الجزء او الثلث الاول من اغسطس. يعني ده اللي هيبقى في ان انت تستكمل المسابقه لحد نهايه سبتمبر. يعني النادي الاهلي بيبص دايما للمصلحه العامه، بيبص دايما للمصلحه الجماعيه، في بعض الاوقات طبعا بيفكر مصلحته طالما تحت مظله الرولز والنظام. يعني دايما في الاجتماعات دي بنشوف شد وجذب، هل كان في خالص؟ لا خالص، الناس طرحت وجهه نظرها بمنتهى الادب ومنتهى الاحترام، يعني ودي حاجه كويسه. طيب يعني احنا طول عمرنا النادي الاهلي يعني هو القوام الاساسي لمنتخب مصر، ليه بقى في كلام حوالين مشاركات لاعبي النادي الاهلي ومنتخب مصر وفي تعارض؟ يعني حضرتك شايف الموضوع ازاي؟ لا ما فيش تعارض ولا حاجة أبدا، هو دايما بيبقى فيه تنسيق متبادل. يعني والأهلي أكتر نادي في يمكن في العالم كله بيمد منتخباته الوطنية باللعيبة، ودي حاجة شرف لينا، يعني مش حاجة، ده شرف للأهلي يعني. لكن في نفس الوقت يمكن بس عشان شهر اللي جاي هيبقى فيه حاجات ممكن تكون لها علاقة بالأمور الإفريقية أو القارية، لكن لما تيجي تسأليني عن المستوى الشخصي أقول لك يعني خلينا نركز في رقم واحد الأول قبل رقم اثنين. رقم واحد عندنا سيمي فاينال الأهلي والترجي، وما بالك بالأهلي والترجي؟ الأهلي واصل فاينال ثلاث مواسم من آخر أربع نسخ في البطولة الإفريقية، واصل 2018 و2017 و2018 و2020، واخد اللقب 2020، الترجي واخد اللقب في آخر أربع مواسم مرتين. فأنت يعني عشان تكتبي عنوان بس يعني لأهمية اللقاء هتكفي بس إن أنت تقول الأهلي والترجي، الدور اللي بيلعب فيه الأهلي والترجي هو السيمي فاينال. فالمهم قوي إن احنا نركز في واحد الاول وبعدين هنشوف بقى رقم اثنين باذن الله. معانا كابتن سيد عبد الحفيظ وهنلعب الترجي، فيعني اكيد لازم اسالك عن طبعا ذكرياتك مع ماتش الترجي، وبتقول ده للعيبه ازاي؟ يعني الترجي طبعا في الترجي فرقه محترمه طول عمرها، عندها تاريخ كويس وعندها شخصيه في البطولات الافريقيه، فده مش جديد يعني. لكن يبقى الاهلي هو الاهلي مهما كان يعني. ف يعني عايزين بس نخش اللقاء بتركيز عالي، عايزين نحضر له كويس قوي على المستوى الاداري والمستوى الفني والمستوى اللاعبين، عايزين نعرف كويس قوي ان احنا عندنا بطوله احنا حاملين لقبها ان شاء الرحمن باذن الله نحققها ان شاء الرحمن. يعني رايحين رادس واحنا عارفين ان الامور مش سهله، الامور صعبه، ان شاء الرحمن يكون الامور كلها كويسه في المنظومه سواء كان على المستوى الفني او المستوى التحكيمي او المستوى التعاملي يعني ان شاء الرحمن. يعني خلينا بس ناخد اللقاء واحده واحده كده ان شاء الله، نجهز بشكل كويس ونروح لتونس ونرجع باللقاء او نرجع بالنتيجه تساعدنا في لقاء العوده ان شاء الله. شفنا لقطه لحضرتك على السوشيال ميديا يمكن انتشرت وانت بتقول للعيبه خدنا بطوله ولسه عندنا بطوله، طول الوقت كابتن سيد عبد الحفيظ داعم وبيتكلم مع اللعيبه، يعني الفتره اللي جايه دي بقى ان شاء الله يعني كلامك للعيبه هيكون ازاي؟ بصي هي مش كلام فرد، يعني هي ثقافه منظومه ككل، سواء كان مجلس اداره او لجنه تخطيط او مشرف على الكوره او جهاز فني او لعيبه وقبليهم كل الجمهور. واحنا واخدين السوبر ما طلعناش من الملعب، لسه ما طلعناش من الملعب الجمهور بيقول الدوري يا اهلي. فهي دي ثقافه منظومه، ثقافه ايجابيه جدا جدا جدا، يعني ان شاء الله الرحمن نكون نقدر نتحمل مسؤوليتها ونأديها بشكل كويس ونوصل امانه، يعني احنا استلمناها من ناس قبلينا نوصلها للناس بنفس الكفاءه ان شاء الله. يعني طبعا ما اقدرش ما اسالكش عن قفشه واخر تطورات اصابته. قفشه عملنا له اشعه امبارح وجزع في الانكل، ان شاء الله الرحمن باذن الله بنسبه كبيره يكون موجود معنا في اللقاء الاول في الترجي ان شاء الله. يعني محمد هاني هو اللي هنشوف ان شاء الله باذن الله، لكن عندي امل ان شاء الله في يبقى في استجابه للعلاج بشكل كويس ان شاء الله. طيب مستر بيتسو موسيماني، يعني يمكن كان قبل مباراه السوبر كان في بعض الناس اللي معترضه الى حد ما او شويه عن الاداء والجهاز الفني بيطلع بيقول النتائج اهم، حضرتك شايف المشهد ازاي؟ الاداء ولا النتائج ولا الاثنين؟
والله بص، يعني انا برضو دايما اقول ان في الامور الفنيه او الامور المهنيه عامه يعني لها مقاييس مختلفه. يعني الكره فيها تغيرات كتير جدا، في اوقات كتير قوي انت بتلعب وانت ناقص اعداد من الافراد، في اوقات كتيره بتبقى حاله الفنيه مش على مستوى عالي، لكن شخصيه وهويه الفرقه هي الاساس. انا دايما بدور على ده، دايما بدور ان انت حتى لو كان مستواك مش على اللي هو المنتظر ولا حاجه، لكن هويتك موجوده. اعتقد ان الراجل ناجح بكل المقاييس في كل الامور اللي خاضها وكل الامور البطولات اللي شارك فيها يعني. لكن مع احترامنا للكل يعني، كل واحد من حقه ان هو يكتب وكل واحد من حقه ان هو يقول وجهة نظره يعني. طيب اخيرا بقى يعني كابتن سيد عبد الحفيظ، يعني بعض الناس بتلوم عليه ان هو دائم الحديث عن يعني شويه تحكيم او ضغط المباريات، ترد عليهم تقول لهم ايه؟ لا يعني انا لسه بقول كلام مش عايز اقول عكسه بعد 5 دقايق يعني. في وضع او في وقت بتتكلم لمصلحه فرقتك واهميه الفتره اللي انت بتشتغل فيها، وبتحاول ان انت تنقل وجهه نظر يعني. لكن في النهايه احنا بنحترم الناس وبنقدر الناس كلها يعني بلا استثناء يعني. دي كانت تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ. واجمالا كده اركن كل حاجه على جنب واقفل كل الملفات. ما اعتقدش انه النادي الاهلي ولا مسؤولين فيه سواء على مستوى المجلس الاداره او لجنه التخطيط او حتى الجهاز الفني واللعيبه شاغلهم حاجه او بيفكروا في حاجه او بيستعدوا لحاجه غير ماتش الترجي. ماتش مهم جدا، المواجهه الاولى في رادس تحسم لحد كبير جدا شكل المواجهه ككل. وما اعتقدش انه الاهلي عنده اهم من هو يحقق ان شاء الله نتيجه ايجابيه نتمناها فوز. اعتقد انه يعني الترجي وملعب الترجي في رادس اعتقد كان وشه حلو على نادي الاهلي في اوقات كثيره جدا، وقدرتنا على حسم التاهل ان شاء الله من تونس اعتقد الاهلي واللعيبه عندها القدره انها تعمل ده. نتمنى ان شاء الله باذن الله الاهلي كل التوفيق. كابتن خطيب رئيس النادي الاهلي النهارده كان في زياره للاتحاد الاماراتي لكره القدم، وكان في استقباله سعاده الشيخ راشد بن حميد رئيس اتحاد الامارات، وده كان في مقر الاتحاد في عجمان. والمقابله دي حضرها عبد الله بن سعيد التعيمي رئيس مجلس اداره نادي عجمان الاسبق، وايضا عبد الله ابراهيم رئيس جمعيه الاعلام الرياضي. الحقيقه مناسبه كانت مهمه للتاكيد طبعا على الروابط الكبيره اللي بتجمع بين الدولتين. والحقيقه رئيس الاتحاد الاماراتي وجه التهنئه الكابتن خطيب على مشوار النادي الاهلي الناجح، واللي كان اخر محطاته طبعا تتويج النادي الاهلي بكاس سوبر افريقيا، وعدد كبير جدا من النجاحات اتحققت طبعا في الفتره الاخيره. وكان يعني حوار الحقيقه بياكد على العلاقات الوديه الكبيره اللي بتجمع بين الاشقاء مصر والامارات، طبعا تاريخ طويل وكبير جدا على كل المستويات، مش الحقيقه مش بس على مستوى الرياضه بس. والحديث كمان تطرق للكلام على الكرة العربية بشكل عام والكرة المصرية والإماراتية بشكل خاص، وخصوصا ان هم بيشهدوا تطورات كبيرة في الفترات الأخيرة. نادي برشلونة وتحقيقا لحلم ميسي، حلم يمكن استمر اكتر من موسم، من سنين طويلة واحنا بنسمع عن رغبة ميسي ومطالبته لإدارة برشلونة بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، اللي انهى طبعا مشواره مع المان سيتي بعد انكسار المان سيتي في نهائي دوري الأبطال. النهارده برشلونة بيعلن عن التعاقد مع سيرجيو أجويرو لمدة موسمين. طبعا أولى صفقات البارسا في الفترة أو الموسم الانتقالات الصيفية، وأجويرو خضع بالفعل للكشف الطبي في النادي وتم حسم أمر انتقاله. أعتقد أنه واحد من الإضافات المهمة جدا اللي ممكن تساعد البارسا أنه يستعيد مسيرته الناجحة. خبر عن النني، هل ممكن نشوف النني مرة تانية في الدوري التركي؟ تفاصيل الحقيقة يمكن نشرها تقرير النهاردة في صحيفة سبوركس التركية، تتكلم على اهتمام نادي فنربخشة بالدولي المصري محمد النني. هل ينتقل مرة أخرى النني أو هل يعود بقى مرة تانية محمد النني للدوري التركي؟ تفاصيل الإجابة على السؤال ده هتظهر أعتقد في الأيام اللي جاية. نشوف حضراتكم الحقيقة مع حضراتكم دلوقتي انفوجراف نتكلم فيه على تأثير يمكن إخفاق ريال مدريد وبرشلونة في المسابقات سواء القارية أو المحلية، الليجا الأسبانية والشامبيونز ليج، وأيضا موسم صعب جدا بسبب كورونا وغياب عدد كبير جدا من النجوم اللي شفناهم في السنوات الأخيرة. نشوف الفاصل أو نشوف الإنفوجراف وفاصل ونرجع لحضراتكم.
زي بالتاكيد ما انت بتعمل حساب للترجي التونسي، بالتاكيد هم كمان يعملوا حساب للاهلي المصري. بين الفرقتين تاريخ طويل من المواجهات، ويبقى ان الفرقتين من كبار القاره الافريقيه. يمكن الترجي الحقيقه في بدايه المنافسه في دوري الابطال قدم بدايات قويه، وقدم الحقيقه في دور المجموعات مواجهات محترمه جدا، يمكن عانى نوعا ما في تخطي عقبه شباب بلوزداد، وتمكن في النهايه بضربات الترجيح من الوصول لمواجهه النادي الاهلي المصري في قبل نهائي دوري الابطال. من تونس هيكون معانا ايمن عبوده المحلل الفني التونسي، نتكلم معاه عن المواجهه طبعا المنتظره في دور قبل نهائي لدوري ابطال افريقيا. بدايه ايمن، برحب بيك على شاشه الاهلي في السادسه. مرحبا بك استاذ احمد، مرحبا بكل النادي الاهلي وكل المصريين اللي بيتابعوا البرنامج. شكرا على الاستضافه، هذا شرف كبير. شرفتنا. تاريخ طويل من المواجهات والمنافسات بين الاثنين من كبار الانديه الافريقيه، الترجي التونسي والاهلي المصري. خليني بدايه اتكلم معاك على شكل المواجهه المنتظره ورؤيتك لاستعدادات الترجي التونسي لمواجهه الاهلي المصري بدايه في مباراه الذهاب في رادس. شكرا على السؤال. اولا قبل كل شيء لازم نحطوا المباراه في اطارها. لما نقول الترجي الرياضي التونسي ولا الاهلي المصري، نحكيو على الفريقان، اكثر فريقان وصلوا للادوار المتقدمه في الثلاث سنوات الاخيره. نذكروا الفاينل 2018 النهائي بين الترجي والاهلي، ونذكروا زاد للاهلي السنه الفارطه هي اللي فازت بالبطوله على حساب الغريم التقليدي اللي هو الزمالك. كيف الترجي الرياضي التونسي 2018-2019 صاحب اللقب. إذا نحكيه على زوز أكثر فرق اللي وصلوا للنهائيات في الثلاثة سنوات الأخيرة. إذا هذا عندي أنا موش نصف نهائي، هذا نهائي قبل الأوان. زوز فرق اللي يمكن كنا نحبذوا نراوهم في النهائي، على خاطر عندهم الإمكانيات، الاسم وحده والتاريخ والعراقة والقوة نتاع الفريقين هذوما، الترجي الرياضي التونسي ولا الأهلي، يخلي انه من الطبيعي انهم يكونوا في الادوار المتقدمه في كل نسخه من نسخات البطوله. اذا كما سالتني انت، تحضيرات الترجي تعتقد باش تكون عاديه، مباراه كما لعب ضد بلوزداد، كما لعب ضد الزمالك في دوري المجموعات. صحيح الترجي التونسي كان تعمل انت نظره على النتائج الاخيره، يمكن باش ترى نتائج ماهيش ممتازه، ولكن ليكن في علم الجماهير الكل اللي الترجي الرياضي التونسي عنده زوج مباريات في الدوري التونسي لعب بهم بالترن اوفر، غير التشكيل والعديد 90 95% من اللاعبين اللي مستنسين نراهم في دوري ابطال افريقيا ما كانوش موجودين. يمكن هذاك اللي يخلي النتائج ما تكونش ممتازه، خاصه انه الترجي فاز بالدوري قبل جولتين او ثلاثه ويمكن حتى اربعه ما ينتهي الدوري. لو قارنا ايمن، اسمح لي، لو قارنت بين النسخه الحاليه من الترجي والنسخه اللي حققت دوري الابطال من موسمين تقريبا، ايه الفروق من وجهه نظرك؟ الفروق كبيره، فروق لاكيد انه الترجي عامين التالي سنتين التالي هو اقوى من ترجي تو، خاطر كيبدا عندك ملاعبيه ولا لعيبه كيما البلايلي، كيما فرانكوم، كيما ايمن بن محمد وغيره ملاعبيه اللي، وحتى الخميسي اللي كان مستواه ممتاز عامين التالي خير من مستواه تو. معناتها يمكن الخميسي تو شبح الخميسي نتاع 2018 خاصه، والمشكل هو غياب سعد بقير. الناس كل تعرف جمهور الترجي جمهور الاهلي يعرفوا سعد بقير واهميه سعد بقير، خاصه في النهائي الشهير عام 2018 وزوز اهداف اللي سجلها. هو كان الممول الاول للاهداف نتاع الخنيسي، وكيف كيف زاد الفورمه اللي عليها البدري زاد نتاع 2021 توا ماهوش بدري نتاع 2018. هذه هي الفوارق. المدرب هو بيدو معين الشعباني، ولكن اللعيبه ما كانش ممكن ومش مستاهل باش انك تعوض ملاعبيه بقيمه البلايلي فرانكوم كما كنت نسميه على مستوى محمد. ده يمكن وغيره. ايمن على مستوى اللاعبين، لكن حتى على مستوى الاداره الفنيه، يعني يمكن حسينا في الفتره الاخيره وحتى قبل التاهل للدور قبل النهائي لدوري الابطال انه العلاقه ما بين الاداره وما بين معين الشعباني المدير الفني كانت مش على احسن ما يرام، كان يمكن في توتر الى حد ما، كان في بعض التقارير بتقول انه من الممكن اقاله معين الشعباني في حاله عدم تاهله او اكماله المشوار الترجي في بطوله دوري الابطال. هل بترى انه تجاوز
عقبه شباب لوزداد هدت الامور شويه، ولا بترى انه برضو ما زال هناك عدم استقرار او عدم يعني خليني اقول تقدير لمعين الشعباني بعد مشوار طويل مع فرقه الترجي التونسي؟ استاذ احمد، انت تعرف اللي في الاعلام في الخدمه بتاعنا، حتى فما برشا اشاعات وفما برشا بعد ساعات حرب الاعلام، نقول احنا قبل مباريات مهمه كيما مباراه بالوزداد اللي الترجي التونسي كان نجم نقولوا اللي كان باش يغادر المسابقه لولا الشوط الثاني اللي قدمه الترجي التونسي وعلى راسه معين الشعباني. سايب ياسر باش كان تكون معين الشعباني باش يقيل. هنا باش نحكي لك على نقطه مهمه ياسر، الفرق بين الترجي والاهلي. الترجي التونسي اختار استراتيجيه نتاع المواصله والاستمراريه في الطاقم الفني. نحكي طيب. خليني اروح لنقطه ثانيه ايمن، اسمح لي، مهمه. يمكن الاهلي من ايام قليله توج بكاس سوبر افريقيا في الوقت اللي الترجي خرج، الله يبارك فيك، ضد نهضه بركان، في الوقت اللي خرج فيه الترجي التونسي من كاس تونس على ايد النجم الساحلي. هل ترى انه المواجهتين دول ممكن يكون ليهم تاثير حتى ولو من الناحيه المعنويه على مواجهتهم المرتقبه في او المنتظره في رادس؟ اكيد اكيد المباريات هذه مهمه ياسر. الترجي التونسي ما قدمش الاداء المامول ضد النجم الرياضي الساحلي. من المعلومه زاده لازم نستعرف زاده في مصر اللي النجم الرياضي الساحلي هو يمكن احسن فريق في نهايه المشوار هذا نتاع الموسم نتاع البطوله الوطنيه البطوله المحترفه الاولى التونسيه، معناتها ما كانش ند سهل للترجي التونسي. الترجي التونسي اللي يمكن ما كانش محضر بعد الفرحه الهستيريه بعد الترشح ضد بالوزداد، لانه المردود نتاع الترجي ضد بالوزداد في 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 الجزائر كان مخيب للامال. ولكن اللي صار في رادس، العوده من 2-0 الى 2-0، تعديل النتيجه، وخاصه التغيير الشهير بتاع معين الشعباني اللي كان لما كانت النتيجه في 1-0 تم تغيير بن شريفيه بالحارس طيب. المصفى. ايمن، عشان بعتذر لضيق الوقت، بس عندي سؤالين مهمين ويهمني اجابات سريعه عليهم. السؤال الاول مرتبط ب حضور جماهير في مباراة الذهاب في رادس، هل تم إقرار الأمر؟ وسمعنا أنه في بعض الجماهير هيسمح لها بحضور في حدود 2000 أو 3000 متفرج في المباراة. الحقيقة مازال ما فما حد شيء رسمي، مازال ما فما حد شيء رسمي، وكما تعرفوا معناتها في المواجهات هذيا كما في 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 القاهرة كما في تونس أكيد باش يكون فما بعض الجماهير اللي باش تدخل، ما كنتش باش تراو 2000 و6000 و5000، ولكن كما صار مع الجزائريين كما صار فما بعض الجماهير اللي تدخل كما في تونس كما في الأهلي، وإحنا ضد هذا قانونيا، ولكن مع عوده الجماهير نتمناو ان وده اللي احنا كمان بنتمناه. سريعا جدا من هنا اليوم أكيد. المواجهه بيفصلنا حوالي 3 اسابيع، ايه هي خطوات استعداد الترجي لمواجهه الاهلي في خلال ال3 اسابيع القادمه؟ ما برنامج مازال ما واضح، ولكن الترجي بعد الخروج من كاس تونس ضد النجم الرئيسي الاهلي بعض الايام اللي فاتت ما عادش عنده مباراه رسميه باش يلعبها. يمكن هذا الفرق بين الاهلي والترجي، خاطر الاهلي في بالي عنده مليون، عنده يمكن 3 أو 4 مباريات رسميه باش تقوم بها. دونك نورمال اللي باش يصير والعادي اللي باش يصير انه الترجي باش يكون عنده برنامج تاع مباريات وديه وبرنامج تحضيري بدني خاص. هذا اللي باش يكون يعمل الفارق كما قلت انت قبيله، ونعاودوا الذهني، التحضير الذهني باش يكون مهم ياسر، خاصه اللي الاهلي مازال كيفاز بلقب لقب السوبر. مبروك، نقول لكم مبروك مره اخرى للمباراه، وخاصه الشوط الثاني نتاع الاهلي، خاطر الشوط الاول رينا البركان كان احسن وكان قريب للافتتاح النتيجه على في 2-3 مرات. ولكن هل يعاني ايمن محمد شريف هل يعاني الترجي التونسي من او سيعاني من بعض الغيابات نتيجه اصابات او اسباب اخرى عن مواجهه النادي الاهلي؟ من الوقت مازال يمكن اكثر من اسبوعين مازال ما فما حتى شيء. الترجي اللاعبيه كلهم موجودين، فماش اصابات خطيره، فماش اصابات تستوعب انهم ما يلعبوش ضد الاهلي، ولكن من الوقت الله اعلم شو يصير. انا نتمنى انهم المجموعه كل تخلط لاباس للموعد المباراه، وان شاء الله ان شاء الله نتفرجوا في مباراه في زوز مباريات ذهاب واياب يليقوا باسامي وعراقه زوز ايقونات الترجي التونسي والاهلي المصري. الشكر موصول ليك ايمن عبوده المحلل الفني التونسي، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. لقاء كنت اتمنى الحقيقه يكون لقاء نهائي، لكن القرعه يمكن الحقيقه اللي حطت الاهلي في مواجهه الترجي
في الدور قبل النهائي. كلامنا عن المواجهه المنتظره الحقيقه مستمر، وكلام كتير عن اجتماع النهارده في اتحاد الكوره وعن رابطه الانديه في السادسه، بس بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الحقيقه انا هتكلم على الفرصه، فرصه كبيره، فرصه ذهبيه الحقيقه قدام الجيل ده من اللاعبين، مش بس لتحقيق النجمه العشره، وده انجاز اعتقد وطموح وهدف وحلم لكل جماهير النادي الاهلي، لكن فرصه يمكن في تحقيق انجاز تاريخي. ما اعرفش اذا كان حصل قبل كده ولا لا، بس بيتهيالي انك انت تفوز بكل البطولات المحليه والقاريه لموسمين على التوالي، ده هيكون انجاز يحسب بالتاكيد للجيل ده من اللاعبين، وفرصه الحقيقه سانحه، لان كل المقدمات بتقول انك تقدر، وكل المقدمات بتقول ان كل شيء بايدك، سواء كنا بنتكلم على دوري محلي، سواء كنا بنتكلم على كاس مصر او حتى سوبر مصري، او حتى دوري الابطال اللي بيقرب مننا بشكل كبير جدا، وعندنا فرصه كبيره جدا للحفاظ على اللقب اللي ما زلنا لغايه دلوقتي بنحمله. في كل المواجهات الصعبه والمعقده، في كل المواجهات اللي من العيار الثقيل، ومن بدايه ما تولى مستر موسيماني، ونحسب ونعد معاكم بهدوء كده، تفوق مستر موسيماني بشكل كبير جدا، بدايه من تولي المسؤوليه قبل دور قبل النهائي في دوري الابطال النسخه الاخيره، وكانت مواجهه من العيار الثقيل وناري مع الوداد المغربي على ارضه، وتمكن من تحقيق المكسب هناك في المغرب، ورجع وكرر الانجاز هنا في القاهره. بعدها مواجهه الزمالك في نهائي القرن زي ما اطلقوا عليه، ومواجهه مع العيار الناري في اهم بطوله قاريه هي بطوله دوري الابطال، وتمكن برضه من حسم النتيجه لصالحه. كل ماتشات كاس العالم للانديه مع ابطال قطر ومع ابطال امريكا الجنوبيه، وحتى مع البايرن المباراه الوحيده اللي خسرها يمكن، لكنها كانت مع اهم واكبر فريق في العالم، فيتا كلوب مباراه العوده، وبعد تحقيق تعادل ايجابي هنا على ارضك، وكانت النتيجه معقده جدا، لعبت هناك مباراه اكثر من رائعه، وقدرت انك انت تحسم النتيجه لصالحك وبسكور تقيل. سان داونز في دور الثمانية في دوري الأبطال، أقوى فريق يمكن زي ما قلت لحضراتكم، وده مش رأيي الشخصي، ده رأي كتير من المتابعين والمحللين في النسخة دي، قدرت أنك أنت تتجاوز عقبته بسهولة. وأخيرا نهضة بركان، يعني كل المباريات التقيلة اللي أداها أو واجهها ولعب فيها النادي الأهلي أداها مستر موسيماني على أعلى مستوى، وتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية. ليه الكلام كتير على مستر موسيماني؟ ده يمكن هيكون أول أسئلتي لكابتن عادل طعيمة اللي بيشرفنا النهارده في السادسة. مساء الخير يا كابتن عادل، مبروك طبعا بداية قبل أي شيء إضافة كأس سبعة، كأس سوبر جديدة للنادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم رقم واحد، ولكل جماهير مصر، لأن دي بطولة بتمثل مصر الحقيقة. جمهور النادي الأهلي وإدارته دايما بتوعد وبتوفي، ودايما بتختار الأجهزة الفنية اللي هي بتلبي طموح الجماهير العريضة اللي موجودة سواء في مصر أو خارج مصر. اختيار موسيماني ما كانش عشوائي، كان زي ما احنا قلنا قبل كده مرات ومرات، انه كان اختياره اختيار دقيق جدا، وربنا وفق جدا، لأنه كان هناك علاقة طيبة جدا ما بين رئيس النادي الاهلي كابتن محمود ورئيس نادي سان داونز، علشان يدينا الراجل ده في وسط الموسم وعنده بطوله افريقيا، فده توفيق ان هو يسمح لك انك انت ينتقل المدرب من سان داونز للنادي الاهلي المنافس. دي عمليه ما هي سهله، ايوه، والراجل هو يعني راجل غني جدا، ورغبه موسيماني برضو اعتقد كانت يعني علامه مهمه، هي رغبة جدا، رغبه بس رئيس النادي كان ممكن يرفض. ايوه فدي نقطة. النقطة الثانية، الراجل جه في ظروف صعبة جدا جدا، يومين ثلاثة وبعدين بيخش على دوري وبعدين داخل على افريقيا، يطلع كان على طول كل المحللين وكل الناس النقاد الوداد المغربي هنعمل وهنسوي وفريق قوي وهنعمل، اي حد بيتفرج على التلفزيون ملوش علاقة بالكورة يعني ركبة توجعه. فراح الراجل هناك بيضغط من هناك من ال 18 ويرجع بهدفين، وبعدين بيوصل للنهائي، وبعدين بياخد النهائي، وبعدين يخش على الدوري يورينا هو مؤمن جدا بالعناصر الموجوده في النادي الاهلي وبامكانيات اللعيبه وبامكانيات الاداره وجماهير النادي الاهلي اللي هي دايما بتدفعه انه يبقى عارف قبل ما يجي النادي الاهلي، عارف ايه الجماهير اللي موجوده، ايه اللي ممكن تعمله. بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله وحده، انك انت لاول مره في تاريخ النادي الاهلي ان يمر بعنق زجاجه عمره ما مر بيها، انت في خلال ست شهور اربع بطولات الى جانب ماتشات الدوري،
لاول مره في التاريخ ان هيبقى في بطولتين افريقيا في 6 شهور. يعني احنا مخلصين في 11 في يناير اه في اعتقد في 27 11 كان النهائي 27 وفي شهر 6 ينتهي قبل النهائي اهو هنلعب قبل النهائي في دي ما حصلتش قبل كده ايوه فانت التسعه وان شاء الله العشره جايه وبعدين انت رايح على كاس عالم للانديه في قطر وبعدين ترجع على قطر صحيح. تاني علشان تاخد السوبر وبعدين ماتشات دوري 10 ماتشات في ايام قليله جدا بتطلع من جنوب افريقيا درجه حراره 15 رايح على قطر حاجه 40 سفر على طول على طول في الطياره بترجع على الدوري من غزل المحله على برج العرب على السويس يعني كتيبه من الصعقه سواء اداره ورئيس النادي مع الاجهزه الفنيه مع اللاعبين مع الجهاز الطبي مع الجهاز الاداري مع كابتن سيد عبد الحفيظ وخبراته ايوه مفيش شك ان عنق زجاجه مر اعتقد ان زي ما انت قلت في المقدمه في عندنا 18 يوم دول لاول مره من 4 سنين اللعيبه هتاخد نفسها شويه صحيح ومهم ان احنا نحسن استغلالهم واسالك برضو يا كابتن عادل يعني عايزين نتكلم ماتش مهم جدا وبشوف انه انا بشوف انه الافضل ان احنا كنا نواجه تونس تراجي تونسي في رادس الاول لانه ان شاء الله باذن الله تحقيق نتيجه ايجابيه هناك يساعدنا بشكل كبير في ماتش العوده بس قبل ما ادخل في ماتش الترجي عايز اعرف من حضرتك ليه في انتقادات لموسيماني رغم انه راجل محقق العلامه الكامله يعني هل ده استهداف للنادي الاهلي في شخص موسيماني هل ده محاوله لتشكيف قدرات الراجل وبالتالي التاثير عليه هو شخصيا بشكل من الناحيه المعنويه والنفسيه هل الضغط ده ممكن يكون ليه مبرر منطقي من وجهه نظرك لانه سواء كنا بنتكلم على بطولات او بنتكلم على ماتشات صعبه يعني لما اجي اقيم مدير فني مش بس هكتفي بتقييمه في ماتشات الدوري لانه يعني طبيعي جدا وفوارق الامكانيات والتاريخ الاهلي انه يكسب بطوله زي بطوله الدوري او يكسب اي فريق بيواجهه في الدوري لكن لما اكلمك على ماتشات من عيار قبل نهائي ونهائي دوري ابطال من عيار كاس عالم انديه من عيار كاس سوبر افريقيا الاقي ان الراجل ما اخفقش في ولا مباراه تقريبا والمباراه الوحيده اللي خسرها في الماتشات دي هي في مواجهته مع بايرن ميونخ شوف ما يعني اولا احنا كبشر وانا اي مدير فني مش بشر ممكن جدا ان هو يبقى موفق وممكن في بعض الماتشات يبقى غير موفق بيب جوارديولا اعظم مدرب في الفتره الحاليه على مستوى العالم اخفق في تحقيق تشامبيونز ليج مع انه معاه كتيبه لعيبه يعني وفريق وعاملين موسم وجايب مكسرين الدنيا يعني معدين المليار وشويه صحيح ايش دراني وايش دراني ودراني انا كمان ان انا اللي بيهاجم موسيماني هو ده جمهور النادي الاهلي ليه ما يكونش يعني بعض الناس اللي ما بتحبش النادي الاهلي هي اللي بتقوم بهذا العمل هل في حاجه تقول ان وليد سليمان هيعتذر بتقول لي الكلام ده دلوقتي ان مش عارف مين جاي له عرض فين عرض ايه ده في لعيبه مشت يا كابتن عادل ده في لعيبه مشوها من النادي الاهلي طلعوها اعاره ده الكلام ده ايه انت قاعد في مكان عالي جدا وفي انجازات وفي رجاله بتشتغل وفي ناس بتجتهد وما بتتكلمش اللي ما بيتكلمش دايما بيبقى عمله بيتكلم نيابه عنه بيتكلم نيابه عنه انما انا بتكلم كتير وما بشتغلش وبعدين ببص للانسان الناجح او المؤسسه اللي ناجحه بحاول ان انا انال منها بطريقه مش طيبه بطريقه ما فيهاش فيها الاخلاق موسيماني زي ما احنا اتفقنا راجل جاي لعمل فتره اعداد ولا اختار لعيبه ودي اساسيات النادي الاهلي النادي الاهلي بيختار مدير فني بيختار لعيبه زي جوزيه وزي اي حد مر على النادي الاهلي ايوه بيجيب مدير فني بيقول لهم انا عايز العناصر ديت اللي انا هشتغل بيها وبعدين بعد موسم كامل ابتدوا يحاسبوه في خلال الست شهور الراجل من ساعه ما جه او 7 شهور الراجل واخد العلامه الكامله في كل البطولات حتى على مستوى الدوري باذن الله تعالى مع الجدول الجديد هيعدي باذن الله تعالى معنى ان في احيانا الاداء ما بيبقاش مقنع بالنسبه للجمهور لان جمهور النادي الاهلي ذواق وزي ما قال الكابتن سيد في التقرير وهم في الملعب في قطر الناس بيقولوا له الدوري يا العشرة والدوري أيوة. والخماسية وهو ده اللي بيخليك بطل لولا هذا الجمهور بفضل الله الأول ثم هذا الجمهور عمرك ما هتبقى بطل لأن دايما عامل زي الفرن كده اللي عمال يشتغل بحيث أنك أنت مخلي الإدارة ومخلي اللعيبة والأجهزة الفنية كلها واقفة
مستعده كانها داخله في معركه في معركه رياضيه شريفه. وبالتالي الجمهور ده 90 100 مليون وراك على طول عطشان بطولات، محتاج بطولات، على طول رافع راسه. الفانيلا الحمراء دي يعني ما فيش حد ينال منها فرحه الاهلي. وانت في قمه الاجهاد ده لابد ان في لعيبه يحصل لها نوع من الارهاق. الارهاق ده ما بيأثر على التمريره، انا بكون مرهق جدا عصبيا وبدنيا، التمريره بتاعتي بتبقى مش مظبوطه. ليه؟ لان انا ما باخدش جسمي لفتره الراحه ولا ذهني في فتره الراحه، بحيث ان انا اقدر ابقى مركز في المباراه طول ال 90 دقيقه او ال 95 دقيقه. وبالتالي الاداء، وبقول ده الكلام ده من خلالك للجمهور، لما تكون انت رايح مشوار لاسكندريه بتتعب، فما بالك انت لما بتكون رايح مسافر سفريات طويله جدا مع درجه حراره، مع كل المنافسين اللي بيلعبوك بيأدوا اقصى ما عندهم علشان ينالوا منك. بنشوف الفرق اللي هي بتبقى متواضعه بتنزل بتأدي قدامك. ماتش الاهلي قصه تانية بالنسبه لهم طبعا، ده بيبقى يوم عيد، ده بره وجوه. واللي متخاصم بيتصالح والمكافآت بتطلع والحاجات بقى اللي انت عارفها. فطبعا انت والدوافع الشخصيه، يعني اي لعيب بيلعب قدام النادي الاهلي عايز، مش عارف ان مصر كلها بتتفرج عليه وعارف انه عيون كل الناس عليه، فطبيعي جدا بصرف النظر عن اي شيء تاني ان هو عايز يثبت نفسه وعايز يوري الناس قدراته، ده طبيعي يعني. فبالتالي انا شايف انه يعني الراجل، انا ما اعتقدش ان في حد من جمهور النادي الاهلي العظيم يحاول ان هو ينال من النادي الاهلي من خلال موسيماني. ده بيبقى عناصر اعتقد انها دخيل على النادي الاهلي، لان دايما جمهور النادي الاهلي معاه في كل حته. طيب الحاجات اللي احنا طيب. عايز اجي المهم، واحنا يمكن بعد تاجيل ماتش امبي، احنا الاول اتاجل ماتش المقاولين وبعد كده خلاص الاتحاد النهارده بلغ الاهلي رسمي انه ماتش امبي اللي كان هيتلعب يوم الجمعه اللي جاي اتاجل. فبالتالي احنا عندنا لاول مره فرصه ووقت كويس يسمح لنا بالاستعداد الجيد جدا وتجهيز الناس اللي يمكن كانت بعيده، ممكن كانت رجلها في الملعب لكن مستواها مش النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي منتظره. خليني اسمع راي كابتن عادل طعيمه في فتره الاستعداد لمواجهه الترجي وايه هو الاستغلال الامثل ليها. هنسمع التفاصيل وراي كابتن عادل طعيمه في السادسه بس بعد الفاصل. لاول مره فتره استعداد محترمه ومقدمات مرتبطه بمفيش اجهاد، ودي حاجه كانت ملازمه للاعيبه النادي الاهلي في كل المباريات محليا وقاريا اللي كانوا بيخوضوها، والحمد لله الحمد لله مفيش اصابات. يعني منتظر ان شاء الله، املي في ربنا كبير انه ان شاء الله نروح رادس نلعب مع الترجي بدون اصابات. الوحيد اللي يمكن احتمال ما يلحقناش محمد هاني، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني املنا ان الجهاز الطبي يقدر يجهزه قبل الماتش. لكن في النهايه انت رايح بسكواد كامله، وزي ما قلت لحضراتكم زي ما هي فرصه للجهاز الفني انه يحضر كويس قوي على مهله ويجهز لعيبته ويقرا الترجي في الفتره اللي جايه، كمان بين كل لعيب ونفسه انا شايف انها فتره كويسه جدا انك انت تقف مع نفسك واقفه وتجهز نفسك للي جاي، لانه جاي مهم جدا وصعب جدا ومحتاجين منه او محتاجين منكم يعني كل التركيز الممكن عشان نوصل ان احنا نحقق حلمنا وحلمكم وحلم جماهير النادي الاهلي. مره تانية برحب بكابتن عادل طعيمه لاول مره طبعا بعد تاجيل ماتش المقاولين زي ما قلنا وماتش امبي، الاهلي عنده فتره كويسه جدا يحضر نفسه للماتش قبل النهائي مع الترجي. ازاي من وجهه نظر حضرتك نستغل الفتره دي لاستغلال الامثل؟ اتكلم على مستوى الفريق والجهاز الاول قبل ما اتكلم على اللعيبه. هو طبعا ماتش امبي اتاجل مش عشان عيون النادي الاهلي، انا فاهم طبعا عشان في اربع لاعبين ايوه ده طبقا للائحه، تم استدعائهم لمنتخبات زي ما اتعمل او ثلاثه بواليا هو اكتر من اثنين لعيبه من ما يعني احنا رايح من عندنا اربعه اللي اعرفهم بواليا وديانج وعلي معلول وبدر. بدر لا ما راحش، لا بدر راح المنتخب المحلي. طيب يعني هم بياكدوا لي انه ما راحش منتخب محلي. انا قريت ان المنتخب المحلي في المغرب طلبوه، الله اعلم يمكن اعتذر او حاجه يمكن. فعموما طبعا اللائحه، فهو بعد الصن داونز اللي كان نهائي مبكر، الاهلي مع صن داونز كان نهائي مبكر، متفق معاك كابتن عادل. فلما رحنا لقطر برضو كان برضو في كام يوم وكان في برضو حته الاستشفاء كانت كويسه، وكفايه الرحله من جنوب افريقيا لقطر درجة يعني حرارة صحيح. أحمد من 15 لحاجة و40 صحيح. طبعا النقلة ديت بتبقى صعبة جدا مع فريق، احنا شفنا فريق
مدى العنف اللي كان موجود في المباراة. أيوة. وأنا بختلف مع الإخوة إن التحكيم ما اداناش حقنا بالشكل الكامل، كان هناك حاجات بالكوع، وبعدين برضو كان مكتفنا من أول المباراة إنذارين. كتف أيمن وكتف ياسر في كرات ملهاش أي داعي المقابل. فالمهم يعني إن أنت الفترة اللي جاية ديت أنت خدت ثلاث أيام، بعد كان يومين، فزاد بكرة إن شاء الله اللعيبة هتبدأ تمرين. أنا متفائل جدا إن في عناصر ممكن جدا تلحق ماتش الترجي. تمام. محمود متولي أعتقد ممكن هيدخل. اسمعوا بقى كابتن عادل هيكلمكم، يعني في بعض اللعيبه اللي كانت غايبه من الفتره اللي فاتت، وقلت لحضراتكم الحمد لله اللي شفنا منهم في الملعب يمكن علي معلول وحمدي فتحي، او علي الحقيقه قدم يعني مستوى اكتر من رائع، لكن كابتن عادل الحقيقه كمان، ودي رسائل مهمه جدا لنجومنا طبعا في النادي الاهلي، عشان زي ما قلت الجهاز الفني بيشتغل وبيستعد، وكمان كل لاعب بينه وبين نفسه عليه ان هو يكون في اعلى مستوى من الجاهزيه. في حمدي فتحي. واللي انا بقول لك عليه ده، دي عناصر خبرات دوليه ثقيله. تمام. مش ناشئ لسه طالع او واحد لسه بيثبت وجوده. تمام. على راسهم كلهم وليد سليمان. وليد سليمان قصته مع الترجي ومع ماتشات اللي في تونس قصه ثانيه. طبعا. وخبراته سواء داخل الملعب وخارج الملعب اعتقد ان هيبقى ليه دور في ماتش تونس الترجي ان شاء الله في رادس. وليد سليمان جوه الملعب ولا بره الملعب ولا الاثنين؟ الاثنين، جوه الملعب وبره الملعب. ايوه، مستني يعني من وليد دور او مستني انه الجهاز يشارك؟ الجهاز يعرف اكتر مني ان أيوة. وليد سليمان ورقه رابحه جدا، الشوط الثاني بالذات هتبقى من الاوراق اللي بتضيف معنويات وبتضيف فنيات وبتضيف اهداف. فوليد سليمان هيبقى من العناصر اللي ممكن جدا موسيماني بيقف عليها. اكرم توفيق ده عنصر من العناصر القوية جدا، إذا هاني مش موجود أكرم توفيق هيبقى في الحتة دي، هيبقى مؤثر جدا في الناحية الدفاعية والناحية الهجومية اللي هم بيتميزوا بيها ناحية الشمال بتاعتهم اللي هي اليمين بتاعتهم. برضو محمد محمود لازم نبقى فاهمين إن الولد ده فيه حاجات من أبو تريك. واعتقد ان بس الانفلونزا دي. كابتن عادل واحنا في الفاصل بيكلمني عن محمد محمود، ويعني الراجل مقتنع جدا بقدرات محمد محمود، وشايف انه مستقبل كبير جدا للنادي الاهلي. يعني كنا بنتكلم حتى وانا بقول له شبهه لي كده كابتن عادل، شبهه باسماء يعني الحقيقه كلهم ايقونات في تاريخ النادي الاهلي. فهو الحقيقه العناصر دي كلها الثقيله ديت. محمد محمود هو يمكن مش موجود عشان كورونا، لكن هو الحمد لله تاكدنا انه هو نزل تمرين جماعيه، نزل خلاص. اللي اعرفه انه يعني هنشوف بكره هينزل يبتدي تمرين مع الفرقه، ولا الفتره بتاعه الكورونا دي لسه مستمره معاه كام يوم، بس هو ان شاء الله باذن الله حتى لو ما نزلش بكره تمرين من الوارد في خلال ايام بسيطه جدا يشارك مع الفرقه في التمرين. عارف يا احمد، انت احيانا بتعمل فتره اعداد نتيجه المواسم اللي لازقه ببعض، تعمل فتره تعداد اسبوع. تمام. انت عندك زي ما انت قلت 18 يوم. صحيح. او اكتر من 18 يوم، ال 18 يوم دول انت يعني لو هو لسه يعني في فتره تاهيل وداخل في فتره اعداد، انت هتعمل له الفتره ديت، لان انت محتاج لعرق كل لاعب طبعاً موجود في الفتره اللي جايه. انت عديت اصعب عنق زجاجه في تاريخ النادي الاهلي، وداخل على عنق زجاجه اخف شويه، انك انت واصل نهائيات وداخل على ماتشات برضو دوري مكثفة طبعا، على داخل على سوبر محلي، داخل على بطولة أفريقيا الثانية في ست شهور إن شاء الله. فده إعجاز وإنجاز إن شاء الله، نتمنى يتحقق بعون الله. طيب. بعون الله ناخد العشرة إن شاء الله إن شاء الله في ست شهور. طيب، بمناسبة محمد محمود، يعني احتمالية إنه لسه ما اتحسمتش بشكل نهائي، يعني اللي اتقال إنه إصابة محمد مجدي قفشة هتاخد في حدود أسبوعين يرجع يكون جاهز يكون فورمه، نحتاجه في رادس محدش عارف. لكن في حاله عدم قدره قفشه على انه يكون جاهز في ماتش رادس، شايف مين يشغل؟ انت قلت محمد محمود، وفي عندنا كمان ناصر ماهر، الاثنين دول يشتغلوا على نفسهم ازاي، ومين الاقرب ان هو من وجهه نظرك انه يكون موجود مكان مجدي قفشه؟ لا، انا ناصر بعيد شويه، لانه الماتشات دي عايزة اولا خبرات افريقية وعايزة نوع من الالتحامات القوية، وعايزة نوع من التركيز العالي والقيادة.
من وجهه نظري نظلم ظلم النصر انه يلعب ماتش راس، انك تديله ترجع على طول مره واحده هناك لازم تديله بالتدريج. من وجهه نظري اللي بيقوم بدور قفشه، ايه دور قفشه؟ بيبتدي يعمل عمليه التحضير لزمايله، تغيير الملعب، ربط المهاجمين بالمدافعين، صناعه اللعب، الاجاده في التمريره البينيه، التسديد، كل الامور دي متوفره في عمرو السولية. فانا بلعب باثنين ديفندر، بلعب بحمدي وبلعب ديانج، وقدامهم بيلعب السولية. السولية الى جانب بقى السولية، السولية بيعمل ايه؟ بيلعب دماغه كويس، بيجيد التسديد برجليه الاثنين، صانع لعب، عمليه الاختراقات والقوه البدنيه اللي عنده، مع بقى ايه، هو كان مجهد الفتره اللي فاتت. الفتره ال 18 يوم دول اعتقد الراجل مسؤول الاحمال هيبقى رائع جدا لما يدي لكل العناصر اللي كانت مجهده دي، يدي لها درجه الاستشفاء المهمه جدا، ويبعدهم خالص. انا قلت قبل كده الاسبوع اللي فات، اللعيبه دي محتاجه ان انا ابعده 3 4 ايام عن الكوره، العبه اي حاجه، تنس طاوله، تنس عادي، سكواش، اي حاجه تحفظ لياقته البدنيه وتبعده عن الـ عن الـ عن الكوره شويه. ايوه عارف، لما انا احمد ادي لك كل يوم اكله معينه وادوس عليك فيها، كل يوم اكله معينه، هيحصل لك نوع تشبع. من التشبع. انا الفتره دي ربنا بعتها لنا ان الاربع خمس ايام دول احاول ابعد اللعيبه اللي هم مجهدين، انما الباقي يشتغل شغل جبار، شغل ليل ونهار، تصليح اخطاء، شغل على المرمى، الوقفات في الكرات الثابته اللي احنا احيانا بنبقى ساعات بنسرح فيها. ايه اهم الاخطاء اللي شفتها في الماتشات الاخرانيه؟ يعني سان داونز ذهاب واياب، وماتش نهضة بركان، ف ايه الحاجات اللي انت محتاج الجهاز يشتغل عليها من وجهه نظرك عشان تصلح فيها اخطائنا؟ بنلاقي سان الترجي يعني فرقه برده محترمه وهتحاول تشتغل على ماتشات الاهلي الاخيره بشكل كبير. في سان داونز هتبص تلاقي موسيماني عمل ايه؟ لعب رامي ربيعه قدام السرد باكيه لانه بيعملوا اختراقات من العمق. فريق الترجي وفريق سان داونز برده بيلعبوا الكرات الثابته وبيستغلوا الاطوال اللي عندهم في الكورنر وفي الفاولات اللي هي بره 18. ايوه اعتقد ان الترجي عنده برده نفس القصه دي، يلعبوا على الاطراف وبعدين يعمل الكرات العاليه في الكرات الثابته. مفروض ان احنا الحاجه دي نشتغل عليها شويه، بحيث ان انا الراجل ما يبقاش ورايا او قدامي، ده لازم يبقى جنبي، ما يبقاش قدامي، ما انا هنا هاخدها منه ازاي، او لو ورايا ابقى شايفه ازاي. دايما لازم يبقى جنبي. وطبعا اكيد الجهاز الفني اللي احنا يعني بنفخر بيه بينبه على اللعيبه، بس برضو ننبه زياده في فتره التمرين اللي جايه ديت، ان انا ابقى قاري زي ما موسيماني قرا كل الفرق اللي احنا شفناها، من الوداد لسان داونز لإنبي للزمالك، كل فرقة للمصري، كل الأندية اللي احنا بنلعبها بيبقى قاريين الفرقة قبل ما بنلعبها. فريق الترجي بيتميز بالكرات في الكرات الثابتة، بس في الاختراقات ما عندهمش صانع اللعب اللي هو ممكن يعمل لك الشغل ده. عندهم حمد الهوني يا كابتن عادل. واحد من اللعيبة يعني اللي منورة الموسم ده في دوري الأبطال. ما هو وعندهم بن رمضان وعندهم كوليبالي ورا، يمكن دول اكتر لاعبين. كوليبالي ده لعيب بطيء جدا، واحنا شفناه الموسمين اللي فاتوا افريقي وشعر طويل شويه ويعني بيلعب بعنف شويه، انما ما هوش اللي انت مش زي الراجل بتاع سان داونز مثلا اللي في نص الملعب، مش الحقيقه مش متذكر اسمه لكن لعيب جامد قوي. وبعدين انت عندك في نص الملعب الديفندرات اللي عندك لما يعني بتمسك حد ما بتخليهوش يشوف كوره، يعني ديانج لما بيمسك ويبقى طبعا مش مجهد، حمدي فتحي قدامهم السوليه، الثلاثي ده قافل عامل ستاره وعامل جانب هجومي، وبعدين الراجل اللي هو مسمع في الترجي اللي هو ما بيأديش الواجب الدفاعي خالص وبيعتمد على كوليبالي. كوليبالي في نوع من البطء معايا ولا معاك؟ الحته ديت في عمليه الارتداد، انت يقدر على السوليه في عمليه الاختراقات، يقدر على ديانج في الاختراقات هيروح معاه. فطبعا انت دايما الاوراق اللي معاك بتقيس على ايه؟ بتقيس اللعب الجماعي والمهاره الفرديه لكل لاعب عندك. لما انا بقيم الترجي والاهلي او سان داونز والاهلي، سان داونز والاهلي في عناصر كتير قريبه من بعض، بيلعبوا لعب جماعي، عندهم لعيبه عندها مهارات فرديه
عاليه جدا. احنا افضل منهم في خط الظهر عشان كده تغلبنا عليهم. الترجي برضو نفس القصه برضو، احنا في المقدمه احنا افضل، في نص الملعب احنا افضل، في خط الظهر احنا افضل، في حراسه المرمى احنا افضل باذن الله تعالى ان شاء الله. فلما يكون في عنصر او اثنين، لا انا عندي 11 عنصر. لما يكون في عنده عنصرين ثلاثه، وحتى سمعنا الاخ الصحفي الخنيسي اعتقد بيقول في حاله مش طيبه نفسيا الى جانب خروجهم من الكاس. هو طه ياسين الخنيسي مش موجود مع، يعني حتى في اخر ماتش ما بقى له فتره مش هو طه ياسين الخنيسي بتاع موسمين فاتوا. وبعدين احنا شفناهم مع التيم الجزائري يعني بضربات الجزاء بالعافيه، وكانوا كسبانين 2-0 في الجزائر وتعادلوا بالعافيه ودخلوا ضربات جزاء. ف مش معنى كلامي ان احنا بنستهتر بالترجي، لا، معنى كلامي ان احنا الفتره دي الاستشفاء، قرايه التيم الترجي بشكل جيد، المباراه 90 دقيقه هناك، لابد ان احنا نفوز باذن الله تعالى. ما فيش حاجه اسمها نتيجه ايجابيه، في حاجه اسمها انا رايح اكسب. هو النادي الاهلي كده يا احمد، طبعا احنا تربينا كده. والله انا كنت بقول بالذات ملعب ترجي التونسي، يعني احنا لينا كجمهور اهلي ذكريات حلوه قوي هناك، يعني كتير قوي اللعيبه الاهلي حسمت بطولات كتير في ومش بس الترجي الحقيقه، ملاعب تونس كلها، والصفاقسي والنجم الساحلي. انت مش واخد بطوله الجول بالاخراني في اخر 95، الصفاقسي بطوله 2006 هناك، فانت الترجي 2001 كابتن سيد عبد الحفيظ 1-0 هناك. انا فاكر ماتشات كتيره جدا في تونس الاهلي، انا وانا رايح استاد رادس، زي ما احنا رحنا الوداد، والوداد ما هو الوداد، رحت كسبت 2-0 هناك ورجعت بطل. فاحنا اولادنا رايحين عشان يكسبوا باذن الله تعالى، بحيث ان الماتش اللي جاي برضه هنلعب ولا كاننا كسبانين، نلعب كاننا خسرانين. ودي الحاجه اللي دايما الفرن اللي شغال، بحيث ان انا الماتشين اخدهم علشان العشرة، عشان الاعجاز ده اللي بيحصل او الحاجه الطبيعيه بالنسبه للنادي الاهلي، انك تاخد بطولتين في 6 شهور، دي هتبقى عمليه بتتكتب لتاريخ النادي الاهلي واللعيبه وللجهاز الفني. طيب انا في ظني انه برضه عشان دي ممكن للاسف الشديد، انا دايما بتكلم بحسن نيه وما بفترضش سوء نيه في الكلام اللي بيتقال، بس لما يتقال النهارده كابتن عادل يبقى في كلام على انه لعيبه النادي الاهلي مش عارف فلان الفلاني ماشي، فلان الفلاني هيتم الاستغناء عنه، فلان الفلاني هيتم اعارته، ده ممكن يسبب حاله من حالات التشتيت اللعيبه، او انها تخرج من حاله تركيزها، او انه ممكن حد يعني يبقى داون او يصاب باحباط معين. ان الاسماء دي عموما يعني مش بكلم على اسم بعينه يعني، بس شايف انها تتعامل ازاي، وخصوصا كمان اللي ممكن يعني بيجيب الكلام ده معاه نتيجه، اللي ممكن يكون حاسس انه الجمهور ما كانش راضي عنه الفتره الاخرانيه، او انه اداؤه في الملعب ما كانش مناسب لامكانياته هو شخصيا، او الحاجات اللي كان منتظرها منه الجمهور. ولو انت تحب توجه لهم رساله برضه يهمني اسمعها. الكلام ده ممكن يحصل مع لاعب شخصيته ضعيفه، مش شخصيه النادي الاهلي. وبعدين انت عندك من اول رئيس النادي ما بيسيبش الفرقه، المدير الكوره ما بيسيبش الفرقه، الجهاز الفني، المدربين، الجهاز الطبي، على طول اللعيبه يعني ما بيشوفوش اسرهم واولادهم ودايما قاعدين. فحته ان انا لعيب برضه من كتر التكرار خلاص عرف ان الكلام ده مش واحد بيحبه او واحد خايف عليه، لا ده واحد عايز ينال منه. ينال من شخ... من مين؟ من الانسان اللي هو جواه ضعيف مش قوي. ينال من مين؟ من وليد سليمان؟ ما اقدرش. من مروان؟ ما اعتقدش. وبعدين بتشوف العالم كله الحاجات اللي على المواقع، تليفونه مقفول ما بيسمعش الحاجات دي سواء بالاشاده او بالسلب. انا بلعب في النادي الاهلي، عندي 10 سنين بلعب في النادي الاهلي، 15 سنه، ال 15 سنه دول انا هعمل فيهم تاريخ للنادي الاهلي ثم ليا ولزمايلي. ده هدفي، مفيش هدف تاني. الرسائل اللي حضرتك قلت عليها بقول دايما لعيبه النادي الاهلي، انتوا الرجاله اللي احنا بنفتخر بيكم، وانتوا الرجاله اللي بتسعدونا وبتسعدوا العالم كله، وخاصة جمهور نادي الأهلي. بتمنى عليكم أنك أنتوا انسى نفسك شوية وفكر أن النادي الأهلي دايما في المقدمة. اللعب الجماعي
من غير انانيه احنا شفنا قد ايه الناس اللي قاعدين في المدرج قد ايه مرتبطين وازاي بيجروا علشان يهنوا زمايلهم. الروح دي هذه روح النادي الاهلي من 100 وشويه سنه. بتمنى ان شاء الله عليهم ان هم الفتره اللي جايه دي فتره الراحه ديت نستغلها الاستغلال الجيد جدا، نخش على الترجي ناخد الثلاثه بونت هناك او الفوز هناك باذن الله تعالى، ونرجع ناخد نوصل للنهائي، والماتشات بتاعتنا كلها باذن الله تعالى من مكسب الى مكسب باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله، خصوصا ان كل بطوله بتقرب يعني خلاص محطتين وان شاء الله نوصل للنجمه العشره، بيفصلنا مباراه واحده عن السوبر المحلي والدوري. اعتقد موقفنا كمان فيه اكتر من رائع، كل حاجه في ايدينا احنا لغايه اللحظه، خصوصا بعد ما الزمالك تعثر امام الجونه امبارح وخسر نقطتين مهمين في صراع السباق على قمه الدوري. بشكركم على متابعه حلقه النهارده، ومن بكره نتابع ان شاء الله مع حضراتكم بشكل يومي بقى استعدادات النادي الاهلي من داخل ملعب التتش، تحضيرات مستر موسيماني، تحضيرات اللعيبه، ان شاء الله في خطوه مهمه جدا في سباق الفوز بالنجمه العشره. بشكر كابتن عادل طعيمه، نورتنا وشرفتنا واستمتعنا، والحقيقه كابتن عادل النهارده قال كلام مهم جدا للتيم ككل، للفرقه ككل، ولكتير من لاعيبه النادي الاهلي اللي بطلب منهم كمان وبضم صوتي لصوته، ان احنا محتاجين نقفل على نفسنا ومحتاجين نحط كل تركيزنا وكل قوتنا وكل استعداداتنا عشان ماتش الترجي وما يكونش فيه اي حاجه تانية قدام عيننا. تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي تابعت حلقه النهارده، وبكره ان شاء الله اقابل حضراتكم في نفس الميعاد السادسه.